تعودت الطريقة العلية القادرية الكسنزانية على إقامة هذا المولد، حيث يقيم السيد الشيخ شمس الدين محمد نور الكسنزان الحسيني رئيس الطريقة العلية القادرية هذا الكسنزانية هذا الاحتفال العظيم، والذي تحضره وفود من أكثر من 40 دولة، هيئات دبلوماسية وشخصيات وأحباب ومريدين ودراويش ومن مختلف طبقات المجتمع، ولكل من يحب حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم تجتمع عشرات الآلاف من المريدين في هذا المكان المبارك لإقامة هذا المولد العظيم. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار الله 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 الله، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير. بسبب وجود مقر رئاسة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في محافظة السليمانية، أصبحت مدينة السليمانية يعني عاصمة التصوف الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي. والآن أنتم يعني ترون الحاضرين والجالسين في التكية، سواء من الخلفاء والدراويش والدبلوماسيين والعلماء والشخصيات العشائرية والاجتماعية، فكلهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بين زمزم والمقام رحنا نصلي من بكير، مشهد كبير جدا انه هذا الحشد الكبير من المتصوفين والدراويش من كل انحاء العالم ياتوا الى مدينه السليمانيه اللي بدات تاخذ دورها كمدينه للتصوف العالمي وبعث السلام والبحث على حياه افضل للناس من خلال الابتعاد عن العنف وعن وسائل الدمار وعن، وبالتالي شعورنا شعور كل هالحاضرين بالتاكيد هو مشهد قلب وشد العاطفة ويشد وهذا. والطريقة القادرية يعني طريقة يعني منتشرة في كل العالم يعني بالعموم، صحيح في دول يعني أكثر من الأخرى، لكن بصورة عامة هي لها مريدين وأتباع وأنصار في أغلب دول العالم يعني. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار الله الله. المرأة لها دور كلش كبير في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، حيث حضر شيخنا الحاضر قدس الله سره يدعم دور المرأة لكونها العنصر الفعال في بناء الأسرة والمجتمع، لها دور كلش كبير في وظيفتها في بيتها مع أطفالها في التربية من أجل تعليم أطفالها كيفية التعايش السلمي والمحبة والسلام وخدمة الناس. من باب السلام غنانا صوت الحمام.